يجيب الكلام السيد النقيب حضور كريم. يسعدني في البداية أن أرحب بكافة الفعاليات الإعلامية وممثلي قطاعات الوزارة والجماعة الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات والفيدراليات المهنية وبكل الشخصيات التي شرفتنا بحضورها لهذه الندوة العلمية بمدينة أكادير عاصمة الجيران. أريد أن أحييكم عاليا على اختياركم ولتحقكم بهذا الموضوع. طرح هذا الموضوع للنقاش العمومي على مستوى جهات المملكة يشرفنا أن تكون جهة سوس ماسة أول جهة تحتضن هذا النقاش الذي كما قال الرئيس أراده أن يكون حوارا مؤسسا وموعدا سنويا على مستوى جهات المملكة. وهي مناسبة أهنئكم من خلالها على مؤسسة العمل الجهوي والفيدرالية وتأسيسكم بالأمس رفاعكم الجهوي بأكادير والذي سيلعب وفق باقي المبادرات المواطنة دورا هاما في تتبع السياسة الترابية وتقريب المعلومة للمواطنات والمواطنين، خصوصا أننا اليوم أمام تحديات كبيرة مرتبطة بتنمية جهات المملكة تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله الذي أكد في رسالة مولوية موجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدول ومختلف المتدخلين الآخرين وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. ويضيف جلالة الملك أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية قابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن رهان الانفتاح والتعاقد مع شركاء الجهة يشكل حجر الزاوية في التفكير وتنفيذ السياسات المجالية، خصوصا وأننا اليوم أمام حاجة ماسة إلى تقوية كل الجهود من أجل تنزيل الأمثلة للنموذج التنموي الجديد الذي عزز مكانة الجهة كآلية مدمجة ومنتجة وحاضنة لكل المبادرات خدمة لقضايا المواطن. فكما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الشركاء المتعاونين مع الجهة الذين يطمحون معا لتطوير منظومة الجهوية المتقدمة وجعلها فعالة وأكثر جاذبية، هناك أيضا عنصر مهم في دائرة التعاون المشترك والذي يعد صلة وصل بين المواطنين والمواطنات من جهة ومؤسسة الجهة من زاوية أخرى، ألا وهو قطب الإعلام والتواصل الذي أصبح يعتبر اليوم ركيزة مهمة تترجم المقومات والأدوار الدستورية لمؤسسة الجهة وفضاء الإعلام العمومي. حضرات السيدات والسادة، إن فتح مثل هذا النقاش الوطني وبحضور رؤساء جهات المملكة لمعالجة موضوع تحديات الجهوية المتقدمة والإعلام الجهوي لهو مبادرة محمودة يجب أن تشكل مرجعية مهمة لتطوير التعاقد المؤسساتي بين الإعلام والجهة لدعم الدينامية المجالية التي تعرفها المبادرات الجهوية ولتتبع وتنمية الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة الموقعة بين الحكومة والجهات الاثني عشر في المملكة. وإذ هي مناسبة أشد بحرارة على تطور فضاء الإعلام الوطني وبروز قوي للإعلام الجهوي المحلي بما في ذلك حضور الإعلام البديل وما له من دور كبير الذي يلعبه المجلس الوطني للصحافة في تنظيم وتأهيل وتقدير العمل الصحفي والارتقاء بالقدرات المهنية للصحفيين وإنتاج المحتويات الإعلامية والترويجية. السيدات والسادة الرؤساء، السيدات والسادة رجال ونساء الإعلام، حضور كريم. لقد كرس الدستور المغربي لا سيما في الفصل 28 من مبادئ مؤسسة المجال الإعلامي، حيث نص على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد على ما ينص عليه القانون صراحة. ونحن هنا اليوم نأمل بالفعل أن نعزز كل تلك الحقوق والواجبات في إطار تعاقد متين بين الجهات وكل الفاعلين في مجال الصحافة والنشر، وهو ما سنسعى له في إطار اختصاصات الموكولة للجهات بهدف تمكين كل المواطنات والمواطنين من المعلومة وجعل مؤسسة الجهة منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي متفاعلة مع كل المبادرات الجهوية الهادفة. ونحن مجتمعون في مدينة أكادير. اسمحوا لي أن أستحضر معكم ومعكم الخطاب الملك السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه
بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، والذي ركز جلالته على الموقع الاستراتيجي الذي أضحى تحت الوجهة المسمسة في الخارطة الجوية، داعياً أعزه الله إلى ضرورة جعلها قطباً اقتصادياً باعتبارها حلقة بين باقي جهات المملكة، وهو ما يجعلنا أمام تحدي كبير لترجمة دعوة جلالته لجعل هذه الجهة مركزاً اقتصادياً بامتياز، حيث يتطلب من الجميع تحمل مسؤولية كاملة لنكون عند حسن الظن مالكينا وشعبنا من خلال دعم كل طرف لأدواره المؤسساتية بكل مسؤولية وأمانة وجعل الإصلاح الفضلي للوطن فوق كل الاعتبارات. حضرات السيدات والسادة، فقد انتقلنا اليوم بالسرعة الرصيدة من التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة باعتبارها نمطاً جديداً لتدبير الشأن الترابي مبنياً على التشاور والتدبير التشاركي والتعاقد والتعاون، وهو الأمر الذي دونه دستور المملكة من خلال إعطائه أهمية الأسرة الجهوية عبر تعصيصه في فصله الأول، خصوصا الفقرة الرابعة منه على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، الأمر الذي يلزمنا وفي إطار تلك السرعة الرصينة والعقلانية والحكمة في التدبير إلى التفاعل مع الإعلام الجهوي وجعله مواكبا ومتتبعا لكل الأوراش المفتوحة لدى جهات المملكة بهدف تكريس ثقافة تعاقدية جديدة مرتكزة أساسا على المبادئ التالية: أولا، مبدأ الثقة المتبادلة، وهو الأمر الذي يجب أن يشكل حجر الزاوية في التعامل بين مؤسسة الجهة والإعلام الجهوي، حيث ننتظرنا كجهات وكإعلاميين وناشطين مجهودا كبيرا لتطوير هذا المؤشر وجعل عنصر الثقة فضاء مشتركا للشراكة المنتجة للخبر والمعلومة والمتفاعلة مع قضايا وهموم مواطنات المواطنين. ثانيا، تحدي المسؤولية المشتركة، حيث يجب أن نجعل من علاقة التعاون بين الجهة والإعلام علاقة مبنية على مبدأ المسؤولية في تناول الخبر والمسؤولية في توفير محتوى الخبر، وهو ما نجتهد فيه كثيرا في جهة سوس ماسة من خلال وعينا كامل بضرورة انفتاحنا بشكل كبير في إعطاء الحق للجميع في الوصول للخبر والمعلومة الصحيحة. ثالثا، الاحترافية والمهنية، هدفنا في جهة سوس ماسة أن نجعل من العلاقة التعاقدية التي تجمعنا مع الإعلام والنشر أكثر مهنية واحترافية من خلال تطويرنا للفضاء الإعلامي للمجلس وتنمية أدوات اشتغاله ليكون عند حسن الظن كل النساء ورجال الإعلام. رابعا، المصداقية، نريد أن نشتغل جميعا بكل شفافية ومصداقية لجعل كل وسائلنا وإمكانياتنا من أجل تنمية الجهة ووضع العنصر البشري في صلب اهتمامات سياساتنا الترابية حتى نتمكن من تفعيل أمثل كل البرامج التنموية المحددة في تصور عمل مجلس جهتنا. خامسا، التتبع والمواكبة، حيث أن إشراك المجتمع المدني بمفهومه الواسع والذي يعتبر الإعلام عنصر الأساس في تنفيذ وتتبع السياسات العمومية أصبحت ضرورة دستورية، والفاعل الإعلامي معني بمواكبة الشأن الجهوي والمحلي للإسهام معا في إنجاح عملية التنفيذ أو التقييم والمراقبة، وأيضا تنوير وتشكيل الرأي العام لرفع الوعي بمستويات التدبير الجهوي المحلي. الأخوات والإخوة والأخوات في الفيدرالية، أي الحضور الكريم، يجب أن لا يخفى علينا جميعا ومن خلالكم كل نساء ورجال الإعلام أن فضاءكم أصبح من الشركاء الأساسيين في مواكبة عمل الجهة، فقط يجب أن لا ننسى أن توصيات المناظرة الأولى للجهويات المتقدمة والتي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة وبمبادرة وزارة الداخلية ومجلس الجهات من المغرب دعت إلى تعزيز المشاركة المواطنة وشددت على ضرورة دعم حضورات الجماعات الترابية حول آليات الديمقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني وتعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة. فنساهم جميعا في التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري والنسعى سويا لتنوير الرأي العام وإثارة الاهتمام لديه على أهم الإنجازات والأوراش وأبرز التحديات كذلك. وفقنا الله جميعا لخدمة جهتنا وتعزيز مسارات التنمية بها وخدمة بلادنا للمزيد من الرقي والازدهار تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله.